الفلسطيني فرج سليمان، مرحبا بك في تونس ومرحبا بك في نوات. مرحبا بك الحال. نهار 27 باش تكون حاضر على ركح مهرجان قرطاج لأول مرة بعد النجاح الكبير اللي عرفوا ألبومك اللي عملته بدا مع مجد كيال في الكلمات أحلى من برلين. شنو تمثلك الحضور هذايا في مهرجان بحجم قرطاج اللي اعتادوا أنه يكونوا فيه ممثلي الأغنية الخفيفة والأغنية التجارية عموما؟ قرطاج حلم. قرطاج تعرف كل فنان كل موسيقي بحب يوصل على منصة قرطاج. لإلي أنا ما كان يعني ما كان مرة ببالي لما أنا كنت أعزف بس بيانو بس أقدم موسيقى إنسترومنتال. باللحظة اللي فتح معي المشروع الغنائي صار إنه أوكي هذا وين ممكن يروح، وين ممكن نعرض، وين ممكن نوصل. وقرطاج كل الوقت كان في البال إنه هاي منصة إحنا بنحب نتقدم لها. الأهمية الفنية والتاريخية وتعرف وكونه المهرجان عم بفتح عم بيكون منفتح على أنواع موسيقى شوي ألترنتيف أو مستقلة. هذا بجنن يعني، هذا حلو حلو ياسر. كي نسمعوا ألبوم أحلى من برلين كاملا مرة واحدة كما عملتنا قبل الحوار هذا، سمعته قبل لكن بعض الأغاني بعض المقتطفات، لكن كي نغطسوا تماما في العالم نتاعو كي نكملوه نحسوا اللي من الحاجات اللي تجي لبالنا على هذه الأرض ما يستحق الحياة لمحمود درويش. إلى أي مدى تمرير الرسالة هذه كان مقصود أو عفوي؟ ما كان مقصود بالمرة، هذا كان جدا عفوي. إحنا يعني من البداية اشتغلنا عملنا أغنيتين أو ثلاثة ويعني بشكل منفصل، ما كان في أي رابط بيناتهم، ما كان يعني الرابط تاع المدينة أو تاع حيفا ما كان مبين بالبداية معنا. وبعد ما يعني تقدمنا شوي بالمشروع، تقدمنا شوي بالأغاني، فهمنا إنه ممكن نخلق رابط معين وصار عندنا خط واضح تاع إنه في ألبوم بيحكي عننا عن كيف إحنا عايشين بحيفا. بس بالبداية ما كان هذا ما كان مخطط. وشوي شوي يعني ما كان في رسالة من البداية أو ما كان في تعرف خطة لإنه نوصف الحياة بالبلد أو بحيفا، وهذا صار معنا بالنتيجة. نفكر في نص تقديم المشروع مشروع أحلى من برلين نقرأ كلام كما إحباط، كساد، وحشية، سوداوية. كلام ببرلين بأحلى من برلين بتقديم مفردات تحيل على السلبية في نص تقديم المشروع، لكن في تباين مع اللي نسمعوه واللي نحسوه. التناقض هذا عفوي ايضا او مقصود؟ انا اول مره بسمع هيك وصف عن الالبوم، انه في هذا اللي حكيته كله انت انا ما سمعت في نص التقديم على كل معناها موجود المفرد. لا ما كان كمان مره ما كان في يعني كله عفوي، كله اشتغلناه انا ومجد بشكل جدا عفوي من دون اي خطه. يعني هذا المشروع انشغل بشكل عفوي من البدايه، من حتى من كتابته لحد إطلاقه وترويجه وتسويقه بعدين بقلب جولات، كل من دون عن جد تفكير مع خطة واضحة. فكل شيء بتحكي لي لا أنا مش ما كان مخطط له، هذا كان طلع هيك. أسئلتي هذه باش نوصل لنقطة أخرى. عادة ما تسمى الموسيقى ذات جودة معينة اللي عندها ارتباط بالواقع اللي نعيشه كل في العالم العربي بالأغنية الملتزمة، وبالتالي هناك التزام يسبق العملية الإبداعية. ترى روحك في التعريف هذا؟ انا بصراحه اول قبل هيك انا ما بعرف شو معنى اغنيه ملتزمه، انه احنا بنسمع هذا الموضوع هذا المصطلح، انا ما اعرفش ملتزمه لا يعني لا شو يعني شو عن شو عم نحكي يعني انه ملتزمه للقضيه. طب ما في كثير انواع موسيقى ممكن تكون ملتزمه للقضيه، انه هذا شوي واسع الموضوع، مش احنا ملتزمين لحالنا لانفسنا لا الحقيقة إذا بدك يعني، لأن الالتزام بالتجربة الذاتية أهم الالتزام بقضية أو لا، بالآخر هي تابعة للقضية العامة بالآخر. لا أنت لك يعني بفكر تلتزم لنفسك للغتك لموسيقتك لفنك. هو كل مشروع أحلى من برلين تم إعداده في أولا في سياق عام يتسم بالتوجه نحو الفردانية، لكن أيضا في سياق جائحة الكوفيد اللي كلنا فيها في عزلة وكل شيء. إلى أي مدى أثر سياق هذايا على المسار الإبداعي وعلى مشروع أحلى من برلين؟
يعني اول شيء بفكر التوجه الفرداني هذا مبلش من زمان، قبل يعني مبلش من 70 80 سنه، كل الناس بلشت تتوجه نواحي مشروعات فرديه، مشروعات مستقله، كل واحد بده يحكي عن جد شو. تاريخيا كل الانفصال عن انه في لغه عامه لشعوب لمناطق لدول، هذا كله بلش يعني بدايه القرن العشرين اكثر شوي، بس انه بفكر انه التاثير اللي صار بموضوع الكورونا هو اكثر تقني، انه احنا ما كان عندنا لقاء مع طاقم المشروع، مع الموسيقيين، مع الـ مع ميوزك، مع الميكسينج تكنيشن، وكل واحد سجل في بيته، وبالتالي كل واحد بعت لنا شو في عنده، بعدين كله صار عن طريق الزوم، فما كان في اللقاء هذا اللي يعني بكثير محلات هو بيعجن الشغل بشكل أزبط، واحنا بحاجه له يعني عشان يتكون العمل يعني بكل سلاسه ونسمع بعض، بس هذا يعني كان في مشاكل تقنيه. اما موسيقيا عاده ما في العالم العربي يربطوا التجديد والحداثه بالانماط الموسيقيه الحديثه، بينما انه مشروع احلام برلين والموسيقى اللي قاعد تقوم بها معناها عموما هي موسيقى اقرب للجاز، للموسيقى الكلاسيكيه وكل شيء. هل شنو رايك في التباين هذايا، وشنية الوصفه اللازمه لتكسير قواعد اللعبه اللي كنت نحكي عليها؟ مش عارف، احلام البرلين فيه جاز، فيه روك، فيه موسيقى كمان يعني سينمائيه اذا بدك، فيه موسيقى عربيه، فيه اداء عربي، يعني فيه خلطه كتير كبيره. وتنساش موضوع اللهجه، تنساش موضوع الكلام، انا بفكر انه في شيء ثوري كمان بالنص اكثر من ما هو بالموسيقى، بالموضوع، بالمواضيع اللي عم نطرحها. ما بعرف شو الموسيقى العصريه كمان، شو موسيقى اليوم، يعني شو الثوره، يعني الانماط الموسيقيه الحديثه، يعني كي يتكلموا على الموسيقات الالكترونيه مثلا او الفيوجنز اللي موجوده، فهذا ايش؟ هذا ماله معنى؟ هذا ما يتم تعريفه كأنماط حديثة، يعني تطرح نفسها وهي اللي طرح على نفسها. لا بس الفيوجن والالكترونيك مبلش من سنين، يعني ما اظن انه هذا الحديث. شوي يعني هذا بده تفكير، شو هي الموسيقى الحديثة، شو اللي عم بتصير اليوم، لانه كله عم بتطور، الجاز عم بتطور، حتى الكلاسيك عم بتطور، الروك عم بتطور، كل واحد عم ببلش يفوتوا في بعض، كله عم بيختلط مع بعض وعم بياخذوا من بعض. فما بعرف عن جد شو يعني موسيقى حديثة. بنحاول نعمل عمل اللي هو بيشبهنا، بيشبه شو احنا كيف احنا عايشين اليوم، كيف احنا بنفكر اليوم. بس طبعا هو بيحمل كتير انماط، بيحمل تاريخ، بيحمل يعني موسيقات، يحمل تاريخ. مش نحتفظ التجديد، من المفروض ان نحتفظ قطيع، لكن ايضا ان نكون امتداد لاشياء معينه. ترى روحك امتداد لأي تجارب موسيقية فلسطينية مثلاً أو في المنطقة؟ فلسطينية بفكرش إنه إحنا امتداد لمشروع، لأنه المشروع الموسيقي بفلسطين بعده بيبي، بعده كتير صغير، يعني مفيش عنا عن جد تجارب مقارنة بالعالم العربي، مقارنة بمصر، بلبنان. إحنا بعدنا تعرف ما كانش عنا وقت أصلاً نشتغل موسيقى، شوي كنا مشغولين بأشياء تانية، مقاومة. بس ما بشوفه امتداد لأي مشروع موسيقي، بشوفه أنه هو جزء من الموسيقى اللي عم تتكون بفلسطين اليوم أو أكثر بالعالم العربي. لأنه أنا ما بفكرش في فرق بين الموسيقى اللي عم تصير بفلسطين عن الموسيقى اللي عم تصير بلبنان وبسوريا، بفكر في شيء في حالة عربية عامة. وإحنا عم نحاول نكون جزء منها. أي من الموسيقات اللي سمعتها والفنانين العرب اللي سمعتهم يمثل إحدى المراجع المهمة بالنسبة ليك في ممارستك الموسيقية؟ بصراحة هن كتار وصعب علي أشر لك على واحد. أنا حدا درس الموسيقى لحاله وسمعت كل شيء، يعني من الكلاسيك للجاز للتانجو للروك، عربيا من عبد الوهاب، زياد رحباني، للكل. صعب علي أقول لك أنا هذا اللي بفكر إنه هذا اللي يعني هذا البطمح. وبالتالي تخلي مسافة بينك أنت والمراجع. يعني مش إنه مسافة، سمعت كل شيء وبشي مرحلة بتقول أوكي شكرا، بس بنشوف شو احنا بدنا نعمل. واضح. هل انه برلين بالنسبه ليك مرجع في الجمال؟ في الجمال؟ ابدا. مل علاش بعد احلى من برلين؟ هي قصه انه العيشه بحيفا احلى من برلين، انه حيفا احلى من برلين. رغم الاحتلال؟ طبعا طبعا اكيد. هي الفكره انه
برلين بما انها مكان بيستقطب شباب، بيستقطب فنانين مثقفين، بيستقطب كثير ناس من العالم، والناس اللي بدها تهاجر من بلادنا يعني برلين هي اول وجهه تعال نقول. فاحنا بنقول مع كل جمالها، مع كل الامكانيات، مع كل الفرص الموجوده، مع كل الحياه السهله، بتضل بلادنا احلى. بس هي هي هنا فما ايضا فكره الهجره، فكره العبور، فكره اللجوء، وكل الموضوع هذا، هل انك ترى اليوم المواطن الفلسطيني مفروض عليه انه يهاجر؟ لا احنا مش لا، يعني تهجير واقع مش على الفلسطيني. بتخيل في ناس تانية عم بفرض عليها، يعني السوري عم بيفرض عليه الهجرة، لبنان اليوم. احنا هاي شغلتنا، هاي مش اليوم، احنا شغلتنا من 48 عم نتهجر. بس بفكر اذا بدك تركز على شو عم بيصير اليوم، اليوم عم التهجير عم بيصير للسوريين. اليوم بالنسبة ليك بعد تجربة مشروع احلى من برلين اللي باش تقدمها على روك قرطاج، مشيت لتجربة اخرى اللي هي فهيم، وهو مشروع موسيقي موجه للأطفال. شنو هو العنصر المشترك أو الرابط بين المشروعين؟ العنصر المشترك بفكر أنا ومجد، لأنه إحنا عملنا أحلى من برلين، وأنا ومجد عملنا فهيم. في إشي بتشابه بفكر يعني بالنص وبالموسيقى وبطريقة الشغل. اشتغلنا مع فهيم، فهيم بيكون ابن أختي. أوكي. وإنتاج مؤسسة تامر. في شيء بنفس، بفكر بنفس طريقة التفكير، بنفس الصدق إذا بدك، موجود كمان بفهيم، كمان بأحلى برلين. بنحاول نقدم أشياء للصغار مثل ما بنقدم أشياء للكبار، مع إنه أنا بفكر إنه هذا ألبوم يعني لو أنا مش عامله كنت بسمعه، إنه مش عن جد بس للأطفال. بعد النجاح اللي صار، هل أنك مهتم بأنك تصحح عقد أو حاجة مع شركة إنتاج كبيرة وتتخلى على تموقعك في الموسيقى المستقلة؟ لا، ما أظنش بنفع. يعني طبعاً هذا وين إحنا موجودين اليوم. بتوقع إنه إحنا في إشي ناجح بهذا المشروع لأنه مستقل، لأنه فيش حدا بيقول لك شو تساوي، كيف تنتج، عن شو تكتب. ولحد الآن إحنا مش بحاجة لشركة، يعني بالطرق اللي عم نشتغل فيها احنا مش بحاجه لشركه تنتج لنا الالبوم ولا تصور. انت تصورش اللي السوشيال نتوركس اللي تستعمل فيهم اليوم للتوزيع ولل معناها للبروموسيون نتاع المنتوج نتاعك، ما تصورش انهم سلاح ذو حدين في يوم من الايام ينجم يجي وتتبدل المعطيات معاهم؟ طبعا بدك تمشي مع الموجود. يعني اليوم هاي المنصات المتاحه، هاي العالم موجود، غاد الناس موجودة غاد. إذا أنت بدك توصل للناس بدك توصل على فيسبوك وإنستغرام، في أشياء بتختفي، في أشياء بتيجي جديد، فأنت بدك تتابع شو عم بيصير عشان توصل للناس، يعني بدك تلحقهم وين موجودين. واضح. شكراً فرج سليمان الفنان الفلسطيني اللي بيكون حاضر يوم 27 جويلي على ركح مهرجان قرطاج مشروعه أحلى من برلين. شكراً على وقتك، شكراً على تفاعله مع الأسئلة اللي طرحناهم الكل. قولوا لك بون كوراج، هارد لك فيما يخص كونسير نهار 27، ونكملوا نتابعوا أخبارك والموسيقى نتاعك. شكراً لكم، يعطيكم ألف عافية.